أكثر. لسنوات طويلة أنت كنت الكاتب الأغلى في السعودية، وكنت تتحدث بهذا وكثيرون يتحدثون بذلك. يعني كانت بدايتك يعني 300 ريال في صحيفة المدينة عام 91، واختلفت الأرقام، مرة قالوا 75، مرة قالوا 56، مرة قالوا 52. سؤالي لك، هل ما زلت الكاتب الأغلى في السعودية؟ والله أعتقد على الأقل إلى نهاية مارس القادم. إلى نهاية وبعد مارس؟ لا لا خلاص، هناك يعني هنالك أشياء قد أصرح بها في لقاء آخر، ولكن صرح فيها هنا. لا، في نهاية مارس القادم يعني في مفاوضات مع جريدة الرياض، احتمال أستمر واحتمال ما أستمر، واحتمال تستمر المقالات، ولكن أنا كموظف رسمي في جريدة الرياض لن أكون موجودا بعد مارس. هو كم الدخل الحقيقي؟ 75، 56، 52، أي 1000 طبعا ريال سعودي شهريا، أيهم الرقم الصحيح؟ الرقم الصحيح 42. 42، يعني الأرقام هذه غير صحيحة اللي كانت قبل، هو ممكن أو نزلت. هو ممكن توصل 56 إذا أضفت لها في حاجة اسمها بدل سكن، بدل لكن الرقم اللي ذاتك هو 42. ولا تنسى أني أنا من الأعضاء المؤسسين في جريدة الرياض، يعني رغم كل اللي قلته مو من المؤسسين، قصد المؤسسين اللي بنوها، قصدي لي أسهم يعني في جريدة الرياض، فهذا كمان يعني لها دخل. لكن هو 42 هو الرقم اللي أي تقريبا.